أنا اسمي مرشد الأحمر، عمري 15 سنة. بلشت كنت بالمعهد الأنطوني بالروكوس مع أبونا شارب البعبود. جت خدت الشهادة من عنده وكفيت مع أبونا بطرس الخوري، وجت هسن لحالي، كفيت لحالي. هي شي حدث صار بالإنجيل بنعبره من خلال رسمة، أوكي. وكل لون له معنى، مثل الذهب للملوكية، والأحمر كمان للملوكية، والأصفر للنور، والأزرق للإنسانية.